ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم يجدر بكل مسلم أن تعظم عنايته به، وأن يكون للسنة في قلبه مكانة، وأن تكون لها منزلة، بحيث إذا بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه ما أخذ الجد والإقبال وانشراح الصدر، لأن الأحاديث هي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فكان متأكدا على كل مسلم أن يتلقى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بانشراح صدر وإقبال نفس وقبول لها، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.